يعني تابعنا معرض الكتاب، وخليني أبدأ من هذا الحدث والفعالية الثقافية المهمة اللي مصر والمصريين بينتظروها كل سنة. تابعت إزاي السنة دي معرض الكتاب من حيث الإقبال ومن حيث أيضا الندوات والفعاليات المميزة اللي كانت فيه؟ الحقيقة زي ما حضرتك قلتي، ده محفل يعني سنوي مصر بتنتظره، ومش مصر بس، وربما كمان عدد من دول المنطقة المجاورة. بشوف شباب من دول عربية أخرى يعني موجودة باستمرار وحريصة أنها طول الوقت تحرص على اقتناء كتب وروايات وحاجات يعني من العدد من كبار الأدباء والكتاب في مصر والوطن العربي. في إقبال من الشباب كالعادة، الحمد لله. في جزء من الشباب يعني بقاله فترة بيحرص على زيادة القراءة وزيارة الفعاليات الثقافية، وحريص حتى على الروايات والحاجات الشبابية. وشفنا كمان تغير في نمط الكتابة، حتى وإن كان البعض بيعيب عليه مؤخرا أنه يعني ربما شباب ونمط كتابة يبدو يعني مش فصحى وركيك شوية، لكن في النهاية أي اتجاه للقراءة أو أي اتجاه للكتابة هو في النهاية بيصب في خانة لمصلحة هذه البلد. شفنا فعاليات كتير جدا للشباب والشخصيات عامة، وإقبال بالطوابير على مراكز الدخول لمعرض الكتاب. ده جزء. الجزء التاني على الجانب الرسمي، المؤسسات كلها المختلفة، القوات المسلحة، الرقابة الإدارية، والوزارات المختلفة كلها، حتى إصدارات. رئيس الوزراء لما افتتح المعرض في أول يوم كان بيستمع إلى شرح تفصيلي من كافة المسؤولين من مؤسسات الدولة الرسمية. كل مؤسسة حريصة ان هي تبرز جهودها، تبرز انجازاتها، سواء المؤسسات الرسمية زي ما قلت حضرتك او كمان المؤسسات الدينية، ازهر الكنيسة وخلافه، كلها في اصدارات يعني مهمة ومؤثرة في هذا الفعالية. الجانب الحقيقة اللي لازم نشيد بيه وانا جهود الدولة، جهود الدولة، والحقيقه يعني في القلب منها جهود وزاره الصحه. ما انا كنت عايزه اقول، بتكلم عن جهود الدوله، بقصد الاجراءات الوقائيه، التطعيم ضد كورونا، تسهيل وتامين الدخول والخروج، المواصلات، وسائل المواصلات مما يسهل على الزائرين. الحقيقه كان في مجهود كبير من مختلف مؤسسات الدوله. فكره الكوبونات والدخول دي حاجه مهمه جدا، والحقيقه نمط مستمر منذ سنوات وبيسهل للشباب الدخول او زوار معرض الكتاب. الاوتوبيسات اللي بتنقل من جناح لجناح ومن مدخل الى مدخل، ده برضو تقليد سنوي مهم جدا، والحقيقه اثبت يعني جدواه واثبت فاعليته، لانه المكان يعني متسع ومحتاج تنقلات باستمرار. الحاجه الاهم اللي انا عايز افوكس عليها في ظل يعني انتشار جائحه كورونا والمتحور اوميكرون، الاجراءات الوقائيه اللي بتتخذها وزاره الصحه، سواء من الفريق المتنقل او الفريق المستمر موجود باستمرار، او الحاجات اللي يعني المستمره. كمان التطعيم، التبرع بالدم، الاجشاء المختلفه للناس الموجوده من اطباء الفرق المختلفه، كمان الحاجات اللي هي مستمره. يعني شفنا الحقيقه جهد كبير يا استاذ محمود من خلال يعني المجهود اللي قامت بيه الدوله، من خلال التامين زي ما كنت بتقول، وسائل المواصلات، التسهيل على الموجودين والزائرين. عايزه اروح لمحور تاني مهم، هو وزاره التنميه المحليه اللي اعلنت عن مسابقه هتنظمها الوزاره بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري لتطوير الميادين في المحافظات المختلفه. خلينا نقول انه تم حصرها وعددها 40 ميدان، وهيتم تطوير 27 ميدان رئيسي في عواصم المحافظات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى. شايف المشروع والجهد ده إزاي؟ جهاز التنسيق الحضاري الحقيقة يعني بقاله فترة بيقوم بدور مهم جدا، سواء في المناطق يعني غير الأمنة من جزء التعبير، أو في المحافظات الطبيعية العادية والمدن الرئيسية، من تلوين وطلاء المباني المهمة أو إصباغ روح وصبغة عصرية على المباني القديمة أو ربما المتهالكة، انه تحتفظ بعبق تاريخ هذه المباني وترميمها واديها يعني نمط ولون عصري. ده تحدي صعب جدا. شفنا السيد الرئيس كان وجه منذ سنوات بان كل مدينه يبقى ليها لون مميز وطلاء خاص بها. الحقيقه يعني هم شغالين على هذا المستوى، بجانب تطوير المباني دي او الميادين دي، في كمان تأهيلها لعدد من ذوي الهمم، مواكبة يعني التطورات المختلفة
في مصر والطابع العصري. كنا بنتكلم على انه يبقى في مصيف وشفنا في شاطئ في يعني مشاه من ذوي الهمم ومناسب للكراسي المتحركه، ده بيتم دلوقتي في الميادين كمان. الجانب التشجير بجانب التغيرات المناخيه مهم في الاعتبار. فالحقيقه كل الحاجات دي كمرحله اولى مهمه لشكل مصر والوضع الجديد في الجمهوريه الجديده. ممتاز. على ذكر بقى اوميكرون وعلى ذكر وزاره الصحه، توفير اللقاحات، يعني شايف ازاي ايضا الجهود اللي بتقوم بيها الدوله في هذا المجال؟ عندنا لقاحات من كل يعني الاصناف والانواع اللي موجوده، سواء كان استيراد، بننتج ايضا اللقاحات الان، الدواء بقى موجود. فالحقيقه انه في جهد كبير، بتشوف ده ازاي واثر ده ايه على يعني مستقبل الجائحه اللي هي لا احد في العالم يعلم متى تنتهي؟ مصر مضيه قدما في تطعيم يعني غالبيه الشعب المصري، موفره اماكن التطعيمات واللقاحات من جميع الجنسيات انجاز التعبير يعني من جميع الاصناف. بمناسبه ذكر معرض الكتاب، في مكان مخصص لتطعيم وتلقي اللقاح للمواطنين المختلفين. زي ما قلت لحضرتك، مصر عندها هدف انها تلقح على الاقل 70% من الشعب المصري، ماضيه قدما في هذا الاطار. في ناس خدت الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، وفي جرعات تنشيطيه عشان مواكبه التطورات اللي حاصله في الفيروس. اجراءاتها صارمه، سواء الدخول لاي من المؤسسات الرسميه الحكوميه او يعني استكمال باقي الاجراءات سواء التعليم او الجامعات او خلافه، فده مهم جدا لمحاصره الفيروس وللتاكيد على تلقي اللقاح. ده جهد مصر بتقوم به باعتبارها دورها المنوط به ودورها في مواكبه الاجراءات الاحترازيه للمرض، وجزء من يعني الحقيقه مصر بتقوم به ضد يعني مقارنه بالدول الاخرى وامام تعهداتها مع منظمه الصحه العالميه. اتمنى انه يعني ان شاء الله مع الجرعات التنشيطيه دي يتم مواجهه الفيروس والتحورات، وان شاء